على ايامنا احنا زمان ما كان في هذا الكلام موجود، ما كان في عندنا WWW، ما كان في عندنا شغله اسمها انترنت، فكان احنا ننمي مواهبنا او ننمي ابداعاتنا عن طريق انه نشتري جرايد مثلا من نص البلد، جرايد امريكيه او جرايد قديمه، مجلات، ممكن نشتري مجلات الجيمز، خصوصا مجلات الجيمز كنا ننبسط عليها عشان نتفرج على تناسق الالوان اللي بيعملوا الاجانب، او نتفرج مثلا على فكره ديزاين وعلى طول روح بدنا نقلد فيها. فكان بالنسبه لنا التطور تبعنا كان شويه محدود لانه ما كان في عندنا مساحه كبيره اننا نشوف شغل غيرنا. حاليا المصممين زي ما حكيت انه والله الانترنت موجود، مواقع كثير لها دخل في موضوع الكرياتيفيتي والابداع، اما زمان فعلا انه تعبنا، بس التعب هذا يعني صراحه هو اللي وصلنا لمراحل رائعه جدا جدا في مجال التصميم الجرافيكي حاليا. انا حاصل على 26 شهاده دوليه من شركه ادوبي العالميه، وعندي ترتيبات عالميه كاردني وكعربي، عندي ترتيبات على مستوى الشرق الاوسط، وعندي ترتيبات على مستوى العالم او الكره الارضيه. التصميم الجرافيكي بنشقل الى اكثر من قسم، اوله التصميم المطبعي. التصميم المطبعي اللي هو متعارف عليه من سنوات، اللي هي انه في عندنا برامج جرافيك ديزاين بتساعد على انتاج شغلات مطبوعه زي البروشورات، زي الكتب، زي المجلات، زي الجرايد اللي احنا بنشوفها وبنقراها يوميا. وفي عندنا قسم ثاني اخر اللي هو قسم اللي هو حديث، اللي هو قسم الويب او احنا بنسميه الويب ديزاين، اللي هو له طبعا اكيد له دخل في موضوع تصميم صفحات ومواقع الانترنت. وكليتنا هلا بنشوف برضه كمان بنفوت على مواقع الانترنت وبنشوف الشغلات الحلوه وبنشوف الشغلات برضه كمان اللي مش جميله. انا بالنسبه لي التصميم الجرافيكي هو عباره عن اسلوب حياه، يعني احنا عايشين يوميا الديزاين او التصميم الجرافيكي بحياتنا، كنا مصممين او غير مصممين. عموما الديزاين يعني بتفرع على اكثر من فرق في العالم، على اساس انه برضه كمان التصميم الجرافيكي علم يتطور زيه زي اي علم اخر. هلا من جديد صار في عندنا تخصصات التصميم الجرافيكي صارت تدرس في الجامعات وصارت تدرس في الكليات. هلا احنا مع هذا الكلام، وهذا شيء كثير ممتاز لانه مهنه التصميم الجرافيكي لازم يكون في لها علم انه الواحد يقدر يبدا فيه، بس للاسف الشديد بكل صراحه نحكيها انه جامعاتنا وكلياتنا مش قادره لحد الان تخرج ناس كفؤين لسوق العمل الاردني. ما بعرف هل هي السبب انه الخطه الدراسيه تبعتهم او الخطه العمليه اللي هم بيعتمدوها في التدريس. عموما لازم متدرب الجامعه او طالب الجامعه او طالب الكليه انه لازم يدعم حاله في دورات تدريبيه. دورات تدريبيه هذه بتوفر عليه الوقت والجهد على اساس انه يكتسب خبره من ناس اصحاب خبره في هذا المجال وفي هذا الحقل. عموما انه الدوره ممكن تكون مدتها 3 شهور او 4 شهور، تقدر تفيده عن سنتين دراسيتين. للأسف الشديد إنه صار في عنا أعداد كبيرة من المصممين، والمصممين هدول معظمهم عاطلين عن العمل، والسبب الأول أنا بحكي فيه اللي هو إنه الشخص عادة لازم يختار التخصص اللي هو قريب له وقريب لقلبه. إذا الديزاينر حصل على شهادة من أدوبي، الآفاق كليتها بتفتح بوجهه، خصوصاً إذا كان برضو كمان هو مبدع أصلاً ومتمرس جداً في هذه البرامج. فإذا حصل على شهادة أدوبي برضو كمان هذا إشي كتير رائع بالنسبة له، وكتير في له فرص ممتازة كان بالسوق الأردنية وبالسوق الخليجي برضو كمان. هلا الواحد من طموحه هو صغير كان في المدرسة من صف ثالث ابتدائي وأنا أسعى أني أكون مصمم. الطموح عادة بنولد من أماكن رائعة زي هاي الأماكن اللي بتحتضن دائما مواهبنا وبتحتضن عادة نجاحاتنا.